صلاح. الحقيقه انا اتكلمت في الانترو عن ان الصوره دي بتعبر بقى عن المرحله القادمه لمنتخبنا، ان ما فيهاش اي مشاكل ولا في اي امور ممكن كانت اثيرت قبل كده. وجود صلاح النهارده وبدايه المعسكر بالنسبه له برضه بتمثل ايه لبقيه اللعيبه والمنتخب ان شاء الله الفتره اللي جايه؟ يعني طبعا حرص، يعني الصوره دي مش هتتاخد بدون حرص من صلاح انها تتاخد، عشان اكون واضح يعني. يعني هو عايز يوصل رساله بشكل ما انه تمام، على الاقل خالص هنطوي صفحه المؤتمر الصحفي غير او يعني الساعه الصحفيه غير الموفقه اللي عملها الكابتن حسام مع الصحفيين خلال الشهر اللي فات، وبالذات تجاه اللعيبه المحترفين. فدي مسج للكابتن حسام، كابتن ابراهيم، اتحاد الكوره، اللعيبه، اللعيبه المحترفين اللي ما جاتش وعلى راسهم عمر مرموش بسبب الموضوع بتاع صباعه والعمليه. كل دي رسائل صوره واحده بتمثلها. صحيح. اتمنى يكون يعني المرحله دي تعدي اكثر هدوءا ان شاء الله بنتيجه موفقه قدام بوركينا وغينيا بيساو، لانه لو سيناريو تاني لا قدر الله حصل، يعني ما انتش عارف المشاكل ممكن تجيلك منين ولا منين بصراحه. يعني هيبقى كابتن حسام مستند على نتيجه ماتش مش صح، مش مظبوطه، اللعيبه المحترفه هتبقى متبعه للجماهير في الموقف ده، لان هم هيقول لك ده اللي قاله قبل كده. فنتمنى الموقف ده كله يفركش بنتيجه كويسه باذن الله قدام بوركينا، تخلي التحضير لما هو قادم اهدى، لانه اللي اتقال في القعده دي ما كانش موفق خالص. اللي اتقال في القعده اللي اتعملت من اسبوعين ثلاثه دي ما كانش موفق خالص، ومحتاج مجهود كتير عشان يتلم. انا شايف كده، وانا شايف بدايته بصراحه ان دي بادره من صلاح قبل. وطبعا كابتن حسام هو اللي حريص على ده، يعني مش بقول ان هم اكثر حرصا منه، ان هو اكثر حرصا منهم يعني على ان الاجواء تبقى هاديه. لا طبعا هم اكثر حرصا ان الاجواء تبقى هاديه، لكن نرجو ايه عدم الارتجال فيما هو لاحق ان شاء الله، وباذن الله المنتخب يوفق في ماتش بوركينا. عجبك الصوره انت عامله ده؟ ده انا هقول لك حاجه هتضحكك، اصل انا طول النهار كنت ناسي النضاره النهارده، والصوره دي شفتها يجي 1000 مره على الفيسبوك، كنتش عارف مين الواد اللي في النص. مين ده؟ بقول لك مصورين مع محمد مجدي قفشه. والله انا بقول مين اللي في النص ده، عشان كده لما جت دلوقتي عم اقول لا لا يلا لا ده محمد صلاح. صلاح لا صلاح يا قصه يعني، ممكن بقى يعني انا قلت ان هو بيرضي الكابتن حسام. لا زعم عودي. بص يا كابتن، انا ما بنخدعش بالصور والحاجات دي يعني خلاص. انا اتمنى ان يكون ده ما يكونش ورا الصوره دي عاصفه مستخبيه بينهم يعني. طبعا انا بعتقد ان كابتن حسام وواثق فيه جدا. انا بحب كابتن حسام حسن قوي، وكابتن ابراهيم عارف ان هم رجاله قوي ولاد بلد طبعا، وبثق اكيد في في في, في منتاليتي محمد صلاح، يعني في ان هو قائد مهم جدا للمنتخب. وجوده في الملعب حتى وجوده في المنتخب حتى لو مش هيلعب بيدي ثقل ووزند الفريق، وفي معاك قائد اللي الناس بتلجأ له وبتثق فيه وكده. فانضمام محمد صلاح اكيد هيفرق معانا، وان كان عندي كلام كتير جدا عايز اقوله للكابتن حسام حسن. اتفضل. يعني خايف اقوله الكلام يوصل له، ممكن الكلام يزعل الكابتن حسام. يعني انا كنت من اشد الناس، وناس كتير جدا تعرف شعب مصر كلنا بقالنا فتره كبيره قاعدين بنطالب بوجود الكابتن حسام على راس الاداره الفنيه للمنتخب. انا شايف ان كابتن حسام للاسف، وهو انا واثق فيه ان هو مدرب كبير وعمل نتائج مع منتخب الاردن ومع الانديه اللي مسكها، وان شاء الله هيعمل مع المنتخب، الاختيارات اللي عاملها دي انا شايف ان فيها تحدي لكل الناس اللي بتفهم كره قدم في مصر، مش في استبعاد ناس معينه، لان هو مقيد بعدد، هو مش هياخد 80 لعيب في المنتخب. يعني انا مش هقدر اقول لك مثلا ما خدتش لي عمر جابر ولا عمر كمال عبد الواحد ولا مثلا دونجا ولا غيره ولا غيره، لان هو مش هياخد 100 لعيب، هو مقيد ب 20 30 لعيب هياخدهم وخلاص. ولكن انا عندي انتقادات على لعيبه انضمت للمنتخب. انا في انهي كتاب في العالم يقول لي ويقنعني ان محمد الشناوي ينضم للمنتخب؟ انا مش فاهم صراحه، وانا مش هقتنع ابدا ان انا اشوف اي حارس مرمى في جمهوريه مصر العربيه واقف الماتش ده غير مصطفى شوبير خالص. هو احسن حارس في افريقيا دلوقتي، ما ينضمش خالص يعني. سيبك لو مش هيلعب ولا لا يدخل المنتخب اصلا. يدخل المنتخب هو بيلعب، انا باخد اللعيبه ازاي يا احمد؟ يعني هو حارس المرمى كمركز ماشي. طب اسمعني، انا بس اقول لك فكره، انا لما باجي بختار لعيبه يا احمد باخدهم من الملعب من الماتشات، مش ده اللي بيحصل. امال انت بتروح تحضر الماتشات ليه في الاستاد؟ هو انت بتروح تاخد محمد الشناوي من تدريبات الاهلي؟ انا باخد محمد الشناوي او عماد او مجدي او فاروق، باخدهم من ماتشات الاهلي والزمالك من الملعب. انت لو خدت الشناوي منين؟ في حارس مرمى بالذات مركز حراسه المرمى ده بيحتاج ان انت تقف بس على جاهزيه الحارس. لا الحارس جاهز. بص يا احمد بص يا احمد، هقول لك انا بقول لك انها مش هقول لك نقطه مهمه جدا. طب اسمعني، نقطه بتاعت حد بتاع التدريب يعني. احنا بنسمعك. بص هو عنده الشناوي كان قاعد بقاله اكتر من 3 شهور باصابه في الكتف. خلاص ماشي. الجسم انت عارف على محاور، والمفاصل بتاعت الجسم كلها اهم مفصل فيهم هو مفصل الكتف، لانه بيشتغل على كل الكلام ده لو لسه راجع من الاصابه. انا هقول لك، انا عارف اللي انت هتقوله، خلاص ده اصعب اصابه خطر جدا جدا. بقاله شهر ما لعبش، انت قيمته ازاي؟ ما يتدرب اكيد مستواه
نزل ودخل قائمه نهائي. لا مستواه نزل في ايه يعني؟ معلش ما بيلعبش. ماشي ما بيلعبش ده يعني. هو احنا مش عارفين ان في حاجه اسمها قائمه مباريات متجانس ولياقه مباريات؟ هو فين؟ انا هساله سؤال. طب خليني اكمل لك. انا لسه صلاح لما رجع من الاصابه مش نزل جاب جول؟ الراجل كورتوا النهارده مش لاعب نهائي شامبيونز ليج ومكسب ريال مدريد يا جماعه. انا مش بكلمك نوير مش نجع من الاصابه على كاس اوروبا طبعا. طب اسمعوني انا مش بكلمك على الشناوي بس. انا عندي اعتراضات على ناس كتير تم اختيارها في الملعب هنا. يعني انا النهارده لو هتكلم في باك يمين حصنف لك الباكات اليمين في مصر اللي بيقضوا بشكل كويس عمر كمال عبد الواحد مع الاهلي مؤخرا في الكام ماتش اللي نزلهم سواء لعب وينج او باك كان عنصر اساسي في فوز الاهلي في كذا مباراه تمام. عمر جابر تقريبا دلوقتي يمكن هو افضل لعيب في الزمالك وبيقدم بشكل. يعني انا لو حصنف الباكات اليمين المتاحين لكابتن حسام حسن في مصر هيكون محمد هاني رقم 3. ولكن خليني اقول لك محمد هاني انا متفق معاك في ده لعيب كويس ولعب نهائي افريقيا. فكره استقرار اللاعب ان هو بيلعب في المنطقه ده بالك لسه بعد انا والله ما معترض وربنا وان انا مش هاخد لعيب عشان لعب ماتشين حلوين. بص يعني في حاجه في المنتخب. اديني سبب لانضمام ياسر ابراهيم. اديني سبب وحيد في العالم لانضمام محمد الشامي. انا هقول لك لا في بص في قناعات في احنا في قناعات بتبقى بلعيبه في قناعات بتتحدى الناس. لا في قناعات بتبقى بلعيبه. يعني مثلا لما كان كابتن جوهري ضم هشام عبد الرسول قبل في طول تصفيات 90 كان هشام عبد الرسول بيلعب في المنيا درجه تانية. لو بنتعامل بهذا المقياس ممكن ده. انا مش ببرر كل الاختيارات بس بقول لك انه انا متفق معاك مثلا في نقطه الباك رايت. واحد على الاقل من عمر جابر او عمر كمال حتى لو مش هتلعبه يكون موجود بصراحه يعني استحقاقا. ولكن انا بتفهم فكره انه انت عندك قوام اساسي لمنتخب مصر الاجنبي عمل كده لعيبه دوليين لعيبه عندهم ثقه واثقين فيهم. لا 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 القوام الاساسي دي يعني انت على الاقل خالص اللعيبه اللي لعبت اخر 3 4 معسكرات دوليه مع منتخب مصر حتى لو مش هتبدا بيهم اساسيين دايما بيكونوا موجودين في اختياراتك ضمن ال11 بيعملوا حاجه اللي هو البريدج بين اللعيبه اللي حديثه الانضمام واللعيبه لان المنتخب غير النادي. انت في النادي بتتدرب كل يوم بتقول مش نافع عنده الحته دي كويسه عنده الحته دي مش مظبوطه. احمد انا بكلمك المنتخب في اللعيبه تانيين دوليين اللي انا بكلم فيك فيهم دول عمر كمال عبد الواحد وعمر جابر ودونجا. ده انا بكلمك في لعيبه دوليين ده في غيرهم كتير بس انا الاسامي مش جايه معايا يعني. ماشي انا مش بقول لك دوليين يعني الناس ليهم وزنهم برده مش جايبهم. مش انت قلت لي لماذا لم انت قلت لي ان انت ما عندكش مشكله في الناس اللي ما انضمتش. انت عندك مشكله في اللعيبه اللي انضمت. طيب انا بكلمك على اللي انضموا دلوقتي وبعدين لو موجودين هيخسروا هيبقوا وحشين. مش معترض ما دام انت واخدهم عشان كده السبب اللي انت بتقوله ده فاروق مش هيسندوا. طب ما انا مش كنت هيلعبوا يا جماعه. ما انت خدت بيكهام خبرات ومحمد كبيرة الشامي جدا للشناوي يا جماعه. ما الناس دي ما بتلعبش خبرات كبيره. الناس دي ما بتلعبش. الشناوي فقط لا غير اللي ما بيلعبش يعني الشناوي بس اللي وبيكهام بيلعب قد ايه اساسي بيلعب. ياسر ابراهيم راجع من الاصابه بيلعب اساسي لعب محمد الشامي بيلعب اساسي يا جماعه. الاختيارات دي كلها بديلك ايه غير ياسر ابراهيم لو انت في قلب دفاع في قلب دفاع في مصر؟ والله انا ابدي انا عن نفسي انا في كماتشو لعيب جامد جدا حلو قوي لعيب كوره كويس. طبعا مش عايز اخاطر برضو عشان ما اضحكش عليك يعني لو مكان الكابتن حسام انا مش عايز اخاطر لو انا مكان يعني انا هجيبه مش هلعب. لكن لو احتجت ياسر ابراهيم قلت له انزل في ماتش صعب عمل ده. حسام عبد المجيد دلوقتي حسام عبد المجيد دلوقتي نضج جدا ولعب نهائي كونفدراليه ولعيب جامد جدا في الزمالك ماشي بس منتخب اولمبي هو في تنسيق على فكره. انا هحط نفسي عشان ما تنساش النقطه دي مهمه في معسكر منتخب خليني انا خليني انا حسام حسن وانا دلوقتي داخل الماتش ده بتاع بوركينا فاسو وانا حاطط ايدي على قلبي عشان انا عايز افوز عشان اوصل كاس العالم. فانا اكيد هبقى يعني بحسس وانا بختار الناس 100%. ولكن بعد الفتره اللي فاتت والاحاديث اللي حصلت والكلام اللي حصل ده يعني انا يعني هو يجي له قلب مستقبل بلد يعني كابتن مستقبل بلد قلب النهارده فعلا ان هو يبدا بالشناوي على حساب مصطفى شوبير. بص في حاجه اسمها الحارس يعني قوام اساس المنتخب مصر من اهم عناصره حارس المرمى وثلاث اربع لعيبه كمان بالذات لما يبقى حارس المرمى ده كابتن التيم على مدار السنين اللي فاتت قبل صلاح. احمد يا مجدي انا مدرب كوره.